انت كل شويه تجيب لي جراوي. اعمل انا ايه بالجراوي دي كلها؟ ايه كتير حلوين عليك بتاع العسليات دي جراوي عسليات. عسليات؟ ماشي على رأي جدع. عسليات عندنا، عسليات حاجه ساقعه بسه، معانا الليمون والبرتقال والتفاح والكولا. افتح يا انم. بصوا بقى يا جماعه، ولاد ابليس، ولاد ابليس سواد، الكفوف من غير كلام كتير، تقليب الجرو اهو. تمام، ما عندناش ولاد كتير، معظم الفكره اللي معروضه دي نتايه بنت. عندنا بنت، بنت ولا ولد؟ بنت. اه بنت. وعندنا ولاد خداش، عندنا بنات وولاد. طبعا واضح ولاد خداش اضخم، التايب اللي بتحبوه. اقف كده يا ابن خداش، اقف كده يا ابن خداش، انا مش شايفه. مظبوط مش مظبوط؟ ماشي اقف يا ابن خداش، اتفرج ولاد خداش. اوكي، وبنات ابليس، وبنات ابليس واقفين. دول اضخم شويه من دول. كويس، متاحين بنات وولد واحد من ابليس، ومتاحين ولاد وبنات من خداش. ومناسبه الفقر اللي احنا كلنا عايشين فيه، تمام، ودخول المدارس والقسط الاول بتاع المدرسه والقسط الاول بتاع الباص والدروس الخصوصيه، هنعمل شويه ديسكاونت صغير كده. تمام، ممكن تتابعوا مع محمد مطر، ومستنيينكم على الواتساب. شكرا.